السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وفي تحضيرات ديال العيد. الوصفه ديال اليوم غنشارك معكم واحد الكيكه اللي كتجي سهله بمقادير بسيط وكتجي لذيذه بزاف. خليكم معايا تكتشفوا معايا المقادير والطريقه على بركه الله. بالنسبه للمقادير غنحتاج هنا جوج بيضات، الا كان عندكم البيض بحجم كبير تقدروا ديروا غير بيضه واحده كبيره. غنحتاج هنا الدقيق، بالنسبه للدقيق غنقول لكم شحال غنحتاج في هذه الكيكه، ولكن اغلبيه كتكون شي كاس ونص ديال الدقيق ديال العنبه، وهنا نص كاس ديال السنيده وشويه، ونفس الشيء ديال الزيت، يعني كاس مع مرش ديال السنيده وكاس مع مرش ديال الزيت، واحد ياغورت ديال الفاني تقدروا تعوضوه حتى هو بالحليب. وعندي هنا ساشيه ديال الكاكاو، وعندي جوج خمارات ديال الحلوى، وغندير شويه ديال الملحه. وهنا في الخلاط الكهربائي غندير جوج بيضات، شويه ديال الملحه، وغندير السنيده، وغنخلط الكل جيدا باش غنضيف الزيت ودانون. ملي تخلط ليا البيض مزيان مع السنيده غنضيف دابا الزيت، وغنضيف الياغورت ديال الفاني ولا ديروا الحليب اللي متوفر عندكم، وغنخلط عاوتاني الخليط مزيان. في الاخير غنضيف الدقيق والخميره. كما كتشوفوا الخليط ها هو وجد، راني ضفت ساشيه ديال الكاكاو. من الافضل هذه العمليه ملي ديروا ما ديروش الدقيق في الكاس ديال الخلاط، نضيفوه هنا بشويه بشويه. دابا غنضيف كاس ديال الدقيق اللي سبق ليا غربلته، ضروري تغربلو الدقيق. هنا عندي كاس ديال العنبه، تنخلط ونشوف شحال مازال غنضيف. وغنضيف هنا جوج خمارات، نورمالمون خصني نغربلهم، نسيت ما غربلتهمش، ماشي مشكل. وغنخلط الخليط، الخليط ديالي باقي خاصو الدقيق. هنا عندي 3 المعالق ديال الدقيق، غنضيف غير بشويه بشويه. ديما الدقيق كيبقى على حسب واش كيشرب ولا ما كيشربش. صافي غنكتفي بهذا القدر، تقريبا درت معلقه كبيره كما كتشوفوا راه شاط ليا، درت كاس ديال العنبه مع معلقه كبيره ديال الدقيق. هذا الخليط خص يكون عندنا شويه خفيف باش كتجينا هذيك الكيكه كتجينا رطبه. صافي الخليط ديالي هو واجد. اللي غنستعمل في هذه الكيكه هو هذا النوع ديال المول، كما كتشوفوا كيكون بحال هكا، كيتباع في بيم، كيتباع عند كاع الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. الديكور ديالو زوين، عنده هنا واحد الحفره هو اللي غنعمرو بها نعمروها بالكريمه. اللي ما متوفرش عندها هذا المول العجيب تقدر تاخذ مول اللي يكون كبير باش تجيكم الطبقه ديال الكيكه تجيكم شويه رقيقه. ونفس الكريمه اللي غندير هنا غديروها حتى نتوما. المول اللي سبق ليا دهنته بالزبده، افضل حاجه ديما ديروا دهنوا المول بالزبده، ما تدهنوش بالزيت، ما كيلصقش لكم بالمره. اللي كديروا الزيت ضروري كيكونوا شويه ديال الالتصاقات. ودغيا تنحيدوا الكيكه ديالنا من المول. صافي كنخويو الخليط بحال هكا الوسط ويبقى هابط. ناخذ واحد السباتشي باش نكمل. كما كتشوفوا غناخذو هكا المول باش نخرجو منو الهواء، كنخبطوه هكا شويه. باغا ندخل الخليط ديال الكيك ندخلو الفران. الفران سخنته قبل، كل وحده على حساب الفران ديالها. كاين اللي كطيب فران ديال الضو ديال الغاز، انا كنسخنو قبل. كيسخن كنقص العافيه، كنطيب الكيكه على عافيه مهيله، غير تنشمو الريحه ديال الكيكه وكنقلبو بشي بالموس ولا بشي عود الكيكه. الا كانت طايبه راه كنخرجها. كما كتعرفوا اللون اللي كيكون فيه هكا الكيكه اللي كتكون فيها الكاكاو ما كتبانش لينا واش طابت ولا ما طابتش، يعني الريحه ديال الكيكه هي اللي كتبين لكم واش الكيكه طابت. غندخلها دابا الفران، وملي تخرج نكمل معكم الوصفه ان شاء الله. الكيكه ديالي انا خرجتها من بعد ما طابت، نخليوها تدفى شويه باش نقلبها هكا في شي طبصيل. دوز دابا غنسقي هاد الكيك ديالي. واخا راه الكيك رطب كما كيبان لكم، راه كيتبون بحال هكا، راه رطب بزاف. عندي هنا واحد الكاس ديال الحليب اللي درت فيه معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. غنسقيو الكيك ديالنا. كما كتعرفوا ملي كتسقيو الكيك كيجي زوين.
دابا غنوجد الكريمه. غنحتاج هنا جوج كيسان العنبه ديال الحليب، تقدروا ديروا حتى السيترو، وغندير واحد جوج معالق كبار ديال السنيده، تقدر تزيدوا حتى ثلاثه على حسب الذوق. وغندير جوج معالق ديال كريم باتيسير، ولا ديروا النشا اللي متوفر عندكم، كتبقى هذه البودره ديال كريم باتيسير كتبقى احسن. وغنضيف ساشيه ديال الفرون ديال الشوكولاته صافي. وغنخلط الخليط مزيان، وغنضيف فوق النار حتى يتعقد لينا الخليط. في الاخير غنضيف هنا واحد جوج معالق ديال الشوكولاته ديال الدهن، اللي ما متوفرش عندها شوكولاته ديال الدهن دير واحد دانيت شوكولا، حتى هو راه كيجي زوين بزاف. ولا ديروا واحد خمسه القطع حتى سته القطع ديال الشوكولاته الاسود. كما كتشوفوا دابا راه غلى ليا الخليط، يعني كنديروا فوق عافيه مهيله وكنبقاو نحركوا حتى كيولي لينا الخليط متماسك بحال هكا. دابا غنضيف واحد جوج معالق ديال الشوكولاته، ولا تعوضوه بدانيت شوكولا، ولا تعوضوه بمربع ديال الشوكولا كما كتشوفوا هكا. ندير واحد معلقه كبيره، معلقه كبيره راه كافيه. بغيتو تضيفوا مازال شويه، نضيف مازال واحد شويه. صافي كنخلطوا الخليط حتى كيذوب لينا الشوكولاط مزيان. صافي وغنديروا نكبوا فوق الكيكه. وهاد الديسير تقدر ديروه في كويسات هكا وتاخذوه في السحور ولا ولا مع الفطور، راه تيجي زوين. حتى هاد الديسير راني كنديرو في كويسات، غير جربوه راه تيجي زوين بزاف. تقدر ديروا بقايا في كاس، ديروا بقايا ديال الكيكه وديروا فوق منه هذا الخليط وتخليوه تيبرد مزيان وتاخذوه، راه كيجي زوين بزاف. غنصب دابا الخليط فوق الكيك. دابا نزين الكيك بخطوط ديال الشوكولاته. من الافضل ديروا دانيت شوكولات، انا مولفه ديما كندير خطوط ديال دانيت شوكولات. درت انا هاد النوعيه ديال الشوكولاط اللي معروفه العاديه ديال الكالا، ولكن راه ما جاتش ليا مع الكيكه. انا قلت لكم السميه ديالها باش حتى وحده ما تذوبها وديرها. ملي كيجمد هاد الشوكولاط كيبدا يتهرس، من الافضل تزينو اما دانيت شوكولا او الكراميل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه من بعد ما بردات وصورتها لكم. كما كتشوفوا الشكل ديالها، كما قلت لكم الشوكولات من الافضل بلا ما تزينوا به، من الافضل تزينوا بدانيت شوكولا ولا كراميل. وكنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم وهاد الكيكه، تحطوها في مائده ديال نهار العيد ان شاء الله. شكرا لكم على المشاهده، الى فيديو جديد.